السلام عليكم. اليوم رانا متواجدين على ضفاف واد الحراش، المنطقة قريبة للجسر، الجسر نتاع طريق السيار بالدار البيضاء بن عكنون، وين يمر الجسر. ونروح نشوفو نتابعو هنايا الضفة نتاع واد الحراش المقابلة اللي الآن رانا في الجهة المقابلة لحي طرواكاف، لما يسمى بحي طرواكاف، ونشوفوا التهيئة كيفاش راهي التهيئة في هذه المنطقة. هنا نشوفوا مكان تاع شركة وطنية مازال ما خرجتش من الموقع نتاعها، المفروض تخرج من الموقع نتاعها باش تسمح التكميلة نتاع الاشغال نتاع التهيئة نتاع الضفاف نتاع واد الحراش، لكن هذه الشركة مازال ما خرجتش من المكان نتاعها. وهنا نقترب شوية للجسر فياديك، ما يسمى بفياديك، الجسر تاع طريق السيار دار البيضاء بن عكنون. نشوف البابي مليح جيد العمل نتاعو، لكن ذهب طين الورقة جراء الأمطار الأخيرة تاع نفس الشتاء. نشوف التربة هنايا تهدات على فوق الأرضية نتاع البابي. وهنا نقترب من الجسر ونشوف إجراءات الحماية، حماية تاع الجسر من انجراف على مستوى الأعمدة تاع الجسر. وهنا نقولكم كاين رائحة هنا في طرف الواد، كاين رائحة مش قوية متحملة، نقدر الإنسان يتحملها، لكن موجودة على كل حال، فيه رائحة. والسبب أظن هنا تاع تصريف المياه، هنا تاع تصريف المياه تاع الأمطار. والسبب نتاع الرائحة هذا هو أنه هنا المنطقة الماء الجريان تاع الماء يرالونتي، يعني فيه تحجر تاع الماء هنا على مستوى الجسر، يجريش بطريقة عادية. هذا هو السبب نتاع الرائحة. في المستقبل يكون فيها يعني قضاء على الرائحة نهائيا 100% عندما تكتمل زوج محطات تاع تصفية المياه تاع الواد. عندما تكتمل التصفية المحطات هذه تاع تصفية المياه تنتهي الرائحة نتاع واد الحراش. كان واحد محطة في براقي ومحطة في الحراش تصفية المياه نتاع الواد الحراش. السلام عليكم.